enemies ahead. انا حاطه شهرة خمين. هذا الطيارة خلينا. بس وقفت لانه طخ عليها. هاي قتلهم واحد بس. معاي. والله بس بدي اشوف هذا ليش السيارة وصلت هان يعني. ما بده سكوب 8 يجيب له اياه. ليش؟ يلا بدي احمل القنابل اليدوية بس. بس. عملناه جاهزين. مثلا. خذ هاي سكوب 8 والكابتن تعال. شو رميت لي؟ عمل اشي. جبت بالزمن خلص خلي سكوب 4 معي. شوف معي ايه بقدر اضرب حالي. توقع حدا رقم ثلاثة. Enemies ahead. هي الإشارة. رونا. والله يمي. طب والله لازم دعسني. بقول خلينا حتى نطلع في السيارة ونروح ندور عليهم. ما
هنكون على الجبل هذا. هاي في سيارة غادة خليل، طلع وين؟ Enemies ahead. شفت الإشارة وين؟ على الجبل. استنى نطيط. لا شكله واقف معلق عنده، هينزل الدروب في نفس المنطقة. خلينا وين رحت خليل؟ منو اللي بتوقف؟ شافهم؟ شكله طخ على الجبل. خلينا enemies ahead. لا لا قاعد نركض في ورا الدروب خليل، رحت نطلع عليهم. بروح اجيب السيارة واجي. Enemies ahead. Let's go. طب سبته. مبين رقم اثنين لو موجود. ايوه ذهب ثاني. ما
كانوا اتنين واقف وقصاد الدايرة. استنى خليه اثبت شوية. Enemies ahead. ولو انك تثبت خليه بتسيبه. ضل واحد هو اللي فوق هون. ضل واحد enemies ahead. يا خليل اشتركوا.